ده بياخدنا كمان لانجاز كبير جدا. انا لسه كنت بتكلم يمكن مع الاستاذ محمود صبري، انجازات مجلس اداره النادي الاهلي في الفترات السابقه رغم ان كان في ظروف كورونا، ولكن التطوير اللي حصل كمان في الشراكه مع شركه السداد بدايه من ملعب الاهلي والسلام، قناه زي ما انت شايف ما شاء الله يعني تعتبر من افضل القنوات الحمد لله على مستوى التلفزيون المصري، بتتكلم دلوقتي على كمان فرع جديد، فالشراكه دي مهمه. وعلى الجزء الاخر ان اداره كابتن محمود الخطيب مش مهتمه بس بملف الكوره كاهتمام اول، لكن خدمه الاعضاء وخدمه الجمعيه العموميه ده كمان شيء مهم جدا بالنسبه لمجلس اداره النادي الاهلي. طبعا يعني انت لما تكون في مكان بحجم النادي الاهلي وانت مسؤول عنه، اكيد مجلس الاداره بيحط مشروع طويل الامد. صحيح صحيح. ملف كره القدم ده جزء من المشروع، لكن هو مش المشروع الاساسي. انت عندك العاب مختلفه، انت عندك نادي اجتماعي، منشآت. عندك منشآت، عندك قناه توصل رسالتك، توصل الصوره اللي انت بتعملها، توصل الحدث الرائع اللي حصل النهارده. اكيد الحاجات دي كلها ما بتجيش من فراغ، اكيد في طبعا مشروع محطوط، في فيجن، في رؤيه، طبعا كره القدم دلوقتي بقت استثمار وخطه مدروسه هي اللي بتوصلك للنتائج والنجاح. النجاح ده ما بيجيش من فراغ، هي منظومه متكامله، في اللي خطط وفي اللي نفذ وفي اللي وصل الرساله للعالم كله والناس كلها. طبعا مجلس اداره النادي الاهلي ده الصوره يعني اللي قدامنا ده نادي اهلي الاقصر طبعا، يعني زي ما قالت سهام شكله تحفه، يعني طبعاً. ملعب كره رئيسي، بتتكلم على مدرجات 5000، بتتكلم على نادي اجتماعي، بتتكلم على حمام سباحه اولمبي، بتتكلم على صاله مغطاه، الشكل اكتر من رائع. 13 فدان ده طبعا، ده 13 فدان. هو بصراحه حدث مهم قوي في السنه دي انه يحصل الكيان اللي حصل ده هناك، والمشروع ده حاجة رائعة بصراحة. مرة تانية بنشكر شركة استادات الوطنية طبعا، اللي دايما بنقول وبنكرر ده مش أول تعاون مع نادي الأهلي. شركة استادات القابضة النهاردة قامت بدور مهم جدا جدا كمان في موضوع الأهلي والسلام، وإن شاء الله يمكن عوائد عديدة جدا جدا من خلال طبعا افتتاح أهلي الأقصر أهلي الصعيد، من خلال طبعا الوحدة الاقتصادية للأهلي وشركة استادات.